مشى البارح هو البارح كان فيها وزير. هذا الوزير مشى تما باش يضرب البدير. ما قدرش يواجه الناس. وكان يتجرأ ملي كياخذ الميكرو كيبدا ينتقد الناس اللي خدامين. غادي نقول لي اليوم جوج كلمات. الأولى الله يهديك يا منصور، والثانية الله يرحم السي علي عتا. الزمان ديال الزعماء دابا بصح باقي عندكم وقت لا إله إلا الله. كل واحد دار ينصب راسو زعيم. بالنسبة لي اليوم الزعامة هي العمل. العمل اللي جنت ليه حزب الأصالة والمعاصرة، وجنت ليه جميع المسؤولين ديالو والقيادة ديالو كلها. العمل اللي حضروا برؤية جهوية، رؤية استراتيجية، رؤية باش جهوية ولا مركزية لفائدة الجماعات ساعدنا وتخلينا نتوفروا على وسائل جديدة باش يمكن لينا نتغلبوا على العدو ديالنا الكبير. شكون هو العدو الكبير؟ أنا ماشي بحال هادو. العدو ديالنا الكبير هو التهميش، هو الفقر، هو اللا كرامة، هو الأمية، هو الجهل. هاد العدو الكبير ديالنا باش نواجهوه تيخصنا نكونوا شعب داير هكذا، شعب واحد. وثانيا تيخصنا تنمية ديال بصح، تنمية حقيقية أنا جاي ليها. تنمية حقيقية، تنمية اللي خصها الجهات تلعب فيها الدور الأكبر والجماعات تلعب فيها الدور الأكبر. ولكن باش يدار هذا الشيء، باش يدار هذا الشيء تيخص واحد الفاعل يقوم بالدور ديالو. شكون هو؟ شنو وجدات باش يمكن لينا نمشيو لهاد الجهوية مسلحين سلاح الفوز والنصر. هاد الجهوية اللي تخصها تكون فرصة لنقل نوعية البنية التحتية واستغلال الموارد الجهوية في نهضة انتقالية، اندماج ثقافي بين جميع شرائح بلد عزيز. أشنو تحضر ليها؟ ولكن رئيس الحكومة غادي يخلي الكابينيت ما قادش يدير هادشي، لأنه ملي غادي يجي غادي يطالب باش يقول لنا شنو هي الحاصلة ديالها. شنو هي الحاصلة ديالها في هادشي كله؟ للأسف ما كايناش، بدا كيتهجم على الآخرين، على جميع اللي حتى ضر عليهم، حتى هادو اللي معاه سبق ليهم سبهم، سبق ليه سبهم، ها هو معاهم اليوم. أنا متيقن واحد الحاجة، إلا ما جاوبناش، المرة الجاية غادي يدير صد راسو، ولكن أنا كنعتبر بلي كيما كانت حالها رئيس الحكومة ديالنا ما خصوش يسب راسو، غادي نجاوبو اليوم باش يسب راسو، ولا بغا يبقى يسب هذا كان شكله. غادي نقول ليه بلي حزب الحصرة والمعاصرة إلا فشل اليوم راه ما كيفشلش الغدا، لأنه ملي بدا هو كيدير كلشي اللي كيقول. ملي بدا هو كيدير
الهاجية وجدنا الانتخابات، وهذه الهاجية غادي نشوفوا الانتخابات اللي جاية واللي جاية من بعدها والأخرى، وجميعنا ماشي غادي نجيب ديالنا. منين نبداو اللي ما تيهمو هو الشعوب المحاربة، الأهل الأولوية ديالهم والمصلحة ديالهم. اليوم قالوا هذاك الشيء علاش جبنا برنامج لجنة، جبنا التزامات لجنة اللي قدمناها لكم السبت اللي فات وتعاودت تعطات اليوم، وهي المرشحين ديالنا اليوم كيهزوها جميع الجامعات وجميع الاقاليم وجميع الجهات يوصلوها للمواطنين. كاينين الناس ديال الحزب ديالو في بعض الاماكن تياكلوا منها وماشيين ولو تدعوا للناس ما تصوتوش. انا تنقول لي حرام عليكم، حرام عليكم. واش هذه هي المسؤوليه؟ التصويت حق والتصويت واجب وطني. هما اللي تيدوا بحال هكا تيدافعوا على الديمقراطيه ديالهم. انا كنتكلم معاكم اليوم بحماس ديمقراطية بصح، حماس ديمقراطية هو كيدافع على ديمقراطية حماس، وهذا شغلهم.